شو عم يحكوا هدول اتنين؟ صار لهم فوق الساعة. نحن ما عم نستنى هون لأنه المعلم عم يحكي، نحن عم نستنى كاشف أغلو وناطرينه ليجي. فهمنا، بس عندي فضول أعرف شو عم يحكوا. هلا بتسأل المعلم. شوفي، ليش وشك اصفر؟ شفت واحد بيخوف لهالدرجة ومو حابب تشوفه؟ حبيبي، نبهناكم من اسكندر وما اهتميتوا، قلت لكم مشان ارسوي وما اهتميتوا، وهلا بقلكم مرة تانية، مو شفنا هذا الزلمة؟ أكيد رح يقتل واحد منا نحن ثلاثة. تأكل سكر؟ عادي سيئة كتير، ورتانة عن المرحوم أبي، بتدبق الإيد، بتخرب كل السنان، بس إذا تعودت عليها ما بتحسن توقفها. بدل ما انك قاعد هون وعم تاكل السكر، روح كل اللي عم تفكر فيهم وخلص عليهم. وهيك بتحافظ على اسنانك. بقينا شخصين ثلاثة ووضعهم أسوأ بكتير من وضعي. أنا الإدمان تبعي سكر وشاي، وين ما كنت بلاقيهم، بس هدوك تعودوا على البودرة وتعودوا على المصاري، تعودوا على الشهرة، تعودوا على القوة. طالما كنت مرتاح ليش رجعت طلعت؟ هن طلعوني بزور. مين وليش؟ رئيس الحكومة ما عاد بده ياني، وجماعتنا ما بيعرفوا كيف بيقعدوا بحالهم. قليل الشرف كاشف أغلو نفخ ألبير ودفشوا علي، وألبير تشاطر وحاول يخلص الشغل براسي، وطبعا هي كانت نهايته. انت يلي قتلته؟ طبعا انا يلي قتلته. ما بحب يلي ما بيوفي بوعده، ما بحب يلي بيلعب على الحبلين. حتى الك كان عم بيخونك. هاي الشغله بعدين بنحكي فيها. بالنتيجه هذا زلمتي، حتى لو كان عم بيخونني انا يلي بعاقبه. وأنا أبلان. حبيب، أنا روحته كمان. هذا ما عاد حميد، صار كلب. أصلاً بحياته ما كبر، دائماً كان هيك، الكلب
بيركض ليراضي صاحبه. صح انت خليته يعوي، بس هو راح قوم الحارة كلها. تعرف طلعتك قدامي بعد قتلك لألبير وحميد جرأة كبيرة. أنا من زمان كنت جريء، وهلأ أنا ميت، ما عندي شيء أبداً أخسره. وابنك؟ إذا بترعاه بكون ممنونك، إذا ما بترعاه شلون ما تحرك رح يجيب رصاصة لحاله بوقت قريب. الصبي طيب وصبور وآدمي، بس بعده شاب صغير وأهوج. بنفخة من كاشف أغلو راح فيها دغري. وهلأ شو بدك مني؟ من زمان كنت أنا المسؤول عن الدولة، قال هلأ أنت المسؤول عنها. سبق عملت اتفاق، الدولة خرقت هذا الاتفاق معي وعيشتني. احكي لي مع الدولة، خليها تبعد عني وأنا برجع للجورة اللي كنت تخبي فيها. وبلكي ما سمحوا لك؟ مراد علم دار، لا تصاحب الشغل من أولها، وروح احكي مع الختيارية بالأول، واحكي مع رجالك، وهي ابني بين إيديك، وهيك بريح راسي. لوين رايح؟ كاشف أغلو ما راح يجي، بس أنا راح أعطيك إياه. يخاف مني مثل الفارة. واضح، لهيك رمى ابنك على النار. لا لا، أنا قصدي هلأ بيعرف إني ما راح أتركه يعيش. هلأ راح يدخل حدا على الخط يتوسط بيناتنا ليحكي معي. مين؟ هذا سر دولة، بس مؤقت. مراد علم دار، إذا ما عندك شيء أنا رايح. كاشف أغلو عم يعطي معلومات للمنظمة، شي من أسرار الدولة الحقيقية. هدول من مين عم ياخدهم؟ اللي ما وصلت الوساخة معه لهم، ما هيك؟ عم تحكي هيك حتى تحرضني عليه أكتر. مبلا وصلت. قليل الشرف. احلف لك يمين ما بعرف. بس انت رح تسأله شخصيا، انا من ناحيتي ما بحسن اسأله ذنوب، لاني ما بتحمل بعصب وبأوصه. بعدين بيقولوا الناس كارع او وصل حقد شخصي، مشان هيك يا مراد علم دار انت بتأوصه. We'll be right back.
زيد وزنك شوي، على طول متوتر ومعك سلاح وكتلة أعصاب، هيك رح تموت. من عمرك 10 سنين وانت هيك. بابا لا تتركهم، خليك معهم. نسيك، رح يلزمك. بابا أرجوك تسامحني. مو من عادتي يا فرمان إني أوس على عيلتي، لا تجيب لي هيك عادي بعد العمر. لوين رايح هذا هلا؟ أصلاً شلون تركوا المعلم؟ معناتها كاشف ما رح يجي لهون. عم بتصل بالولد تبعنا ما عم بيرد. مين معلم؟ الولد يلي مع فرمان. اتصل بجمال خلي يروح يشوف فرمان ويسأله ليكون لسه الشغل مو خالص. معلم هلا انت شاكك بشي؟ هذا ابن الشيطان طبعا رح شك فيه، ما في فرق بين المنكارة وابن الشيطان. معلم دولتنا كبيرة كتير بس تبنت كل الناس البشعين، لك وين لأقول هذا الزلمة؟ هتي هتي يرحمكم الله. شكرا. أنا بيشتغل معنا منيح، خليه يشتغل. أنا بحب المرضى النفسيين بس عبد الحي متوسوس كتير منه، قال يا بيأوصك يا بيأوصني يا بيأوصوا إله. عبد الحي دائما معه حق. معناتها ليش تركته يروح؟ لأنه إذا اشتغل معنا راح يخدمنا كتير. طيب ليش صرفته؟ ميت ولا عايش؟ ميماتي هذا مخ مو كمبيوتر بتكبس له الزر بيقول لك كمل ولا لا تكمل. عم فكر. أخي معك ساعة؟ لا. طب ما معك موبايل؟ قلت لك ما في. مين هاد؟ كاشف أغلو. رد على التليفون. ألو ابني شو عم تعمل؟ قاعد هون أنا والشباب معلم عم نستناك. قلي في شي مشكلة؟ لا معلم. ماشي ليكني أنا جاي. قال جاي معلم. رايحين معلم؟ خلينا نروح نجيب مصارينا، نحن وجعنا راسنا وشكينا كتير بالصبي. وطلع عامل فخ. يتصل فيه حكي قول للشباب حنمشي. معلم يتصل مو مشكلة. Thank you.
ابن كارا رح يبقى معنا؟ رح يبقى. معلم انا ما عم بقدر افهم عليك شيء. مو ضروري تفهم علي يا عبد الحي. رح نمشي. اتصل. ما عم يرد علي. ايه هلا شو رح يصير فيك؟ انا ما بعرف معلم. أسوأ قرار دايما احسن من التردد. اجا كاشف اغلو سيدي. دخلوا. ماشي. انا انمحيت. تهيت. ليش شو صار لك؟ انا متت. ما حيخليني عايش. لا تجنني واحكي مثل العالم. الرجال اللي كان نافخ حاله جاي يبكي قدامي مثل النسوان. مراد على مدار طلع اخذ ابن كارا لعنده. وبيكون كارا سمع بهالشي. ايه. وشو فيها؟ سبق ونبهني من شان ما اقرب بنوب من ابنه. وكارا ما بيتسامح بهيك شيء ابدا. انا ما عم بقدر افهم عليك شيء. يشار عم بيلاحقك ومراد عم بيلاحقك وهلا قاعد عم تبكي لانه في واحد ثالث ملاحقك. بقدر اخدعهم كلهم. كلهم بقدر اتفهمهم بشي طريقه. على القليل بقدر اهرب منهم. بس كارا وقت بيحط بباله يقتلني بيقتلني. يعني هذا الزلمة ما بيسمع كلمة حدا؟ ما بيسمع. إلا السيد المحترم. ما بقدر قرر لأحكي مع الختيارية. بالنتيجة ماضي هذا الزلمة ما منيح. صحيح هو خدم الدولة بس الله أعلم كم قلب حرق. معلم من أمتى الختياري مختفين عنا؟ والبير مات، كيف بدنا نحاكيهم؟ هنن رح يتصلوا بشي طريقة. بالنتيجة هو يلي قتل البير. يعني إذا الختياري ما التقوا فيك فالحق معهم. اتصلت فيهم؟ اتصلت فيهم خالي، وخالي مو عندهم. ابني اتصل بقدر مرة تانية. خالي هلا بتنتبه الست قدر، يمكن يكون خالي ظهر عند وحدة تانية. الله الله، إذا في هيك شيء ليش أنا ما معي خبر؟ وأنت ليش ما معك خبر؟ سألته كذا مرة، وقال لي ما عنده غير قدر وبس. ابني بدل ما تسأله لازم تراقبه. عنا كل هالأعداء حوالينا ما بتعرف؟ امتى بيهاجمك العدو؟ وقت اللي بتعمل شغلة بالسر. روح قول لزازا اجا كارا. استنى شوي. أخي نجدت، في واحد اسمه كارا عم يسأل عن الخال. هلأ من الإذانة هذا كارا؟ الثوثة يفنى فاضيين؟ أنو كارا هاد؟ ما بعرفه يا خال. سيد نجدت ممكن تروح تعرف لي أي كارا هاد؟ وإذا منعرفه لهالكارا ولا ما منعرفه؟ ابني يمكن يكون جاي مشان جوهر. ما بيتحمل يسمع كلمة. يا ربي عفوك. أيوة تذكرت. ليكون اللي قالوا عنه انه مات. نجدت جيب الضيف معك وتعال بسرعة. يلا. ما في خالي. ما
اللي حبيبي انت اي كارا؟ لك شو ما عرفتني يا ابني؟ اخي انت ميت، تعرف كم خدمة عملنا لك؟ اشتقت لخالي واجيت. اخي سفت لي خالي زوهر عندكم هذاك الطرف؟ ليش صاير شي مع جوهر؟ لا بس يعني مجرد سؤال. تفضل. بشرف يا عرفان، لك بشرف يا عرفان، وحياة كل الغوالي عرفان انك عايش. اذا كنت عرفان ليش ما جبت لي شي قطعة خبز؟ جيب لك ياها حتى تلحش بوشي، حتى تعلمني الادب. عود خلصنا عود. ايه شو بتحكي لنا ابن البلد؟ شوفت عينك عم نرتاح. انت شو كنت عم تعمل؟ ولا شي، كنت نايم بالقبر، بس الشاطرين ما تركوني اعرف نام. ما بيتركوك الانسان، عنا ما بيترك اخوه الانسان يرتاح حتى لو كان بالقبر. ايه وشو حالة هالتقاعد يلي عايشة اغا زازا؟ ها يكون بعلمك بالوسط تبعك ما عم بيحكوا عنك حكي منيح. ليش شو عم يقولوا؟ عم بيقولوا انك صرت خادم عند ميماتي ومراد. اي حاجتك؟ بس هيك عم يقولوا. وانت صدقت هالشي؟ انا قلت انه زازا عنده حساباته. والله يا كارا ما عندي حسابات ولا شيء، ليش لأكذب عليك؟ أنا ذبحت رجال كتير، ذبحت واندبحت ومضيت هالحياة كلها هيك دم بدم. هلأ قلت لحالي بدي ارتاح وريح راسي بكفي، وهيك أنا مبسوط ومرتاح وعايش عال العال. أنا ما بفكر هو بفكر، أنا ما بشتغل هو بيشتغل، وانا على طول عم عد المصاري. شوف قديش صار عمري هلا، انا لو كنت بعرف قديش بقول، بس ما سجلوني اهلي وقت كنت صغير. بيقولوا انا ولدت لما زهر الشجر بالربيع، بس اقولك يا ترى شجر اي سنه اللي زهر فيها؟ بالمختصر، مختصر الكلام اللي بدي اقوله، بعد هالأمر خليني اترك ولاد اختي هني يشتغلوا وانا بدور بهالدنيا وبنبسط. واذا القصة بدها زواج مستعد اتزوج، شو بدي احسن من هالرياحة كلها؟ طيب زازا هالراحة ما بتشوكك؟ لا لا لا، لك الفرش اللي انا بنام عليها كتير كتير ناعمة. لك بتحب الله حط من الفرشة هاي ايه بالقبر تبعنا ايه، وبعطيك مصاري قد ما بدك ايه، خلينا باخرتنا نكون مرتاحين يا ايه. يعني عم تقول يا سيد زازا انت ارجع قبرك ما هيك؟ حاشاك. انا اللي رأيي تقوله انه مراد علم دار دولة كبيرة، بدي اياك انت كمان تيجي وتضل تحت جناحه. ايه زازا تعرف انا بمرض فورا اذا ما طلعت على الشمس، واذا بتسأل ليش انا مو ظل، الظل بيلطشني. لهيك انا بعطيك هدية تانية، بس انت اعطيني هاي المسبحة. زازا ما بعطيها، هاي بتناسب ايدي بالضبط. انت
انت هيك عم تخليني اعصب ما؟ ايه عم خليك تعصب. لك خد روحي بس لا تاخذ مسبحتي. ما بحب اعطي مسبحتي لحدا. عم ننيمه لأنه وجعه ما بينحمل، ما طلع معه هوية وما قدرنا نسأله شيء. وقديش رح يضل هيك؟ رح ننتظر، يمكن يضل يوم يمكن شهر. ماشي. أنت بتضل مع عمران. ماشي معلم، أنا تحت أمرك. معلم في واحد جوا. شكل أخباره لكارا بتوصل بسرعة. معناتها معلم خليني أروح أنا. أي طبعا بدك تروح، المرأة والولاد عم يستنوك. عفوا معلم عم بمزح. من هلأ ورايح أنا رح كون الوسيط بينك وبين الاختيارية. بس أنت مو بتركيا يا سيد أشرف. هاي معناها أنه يمكن ما رح تلتقوا كتير. شكله المرة تانية تضايقوا مني. حسب تفكيري لا، بس في تطورات جديدة. منيحة ولا سيئة؟ ما بعرف شلون رح تنحسب، بس بالآخر حيصير صدامات كبيرة بالمنطقة والجماعة بدهم ياخدوا رأيك. طيب أنت شو رأيك؟ في شيء اسمه نظرية الكلفة. شو هاي؟ لازم بكل قرار بتاخده تعرف تحسب يلي رح تخسره يلي رح تكسبه. إذا شفت إنه المكاسب أكبر بتغامر بكل شيء حتى لو بدك تدخل الحرب. إيه بس أرواح الناس ما أنا مجرد أرقام على الورق. مزبوط أنا بوافقك بهالحكي، بس أرواح الناس مو بس أرواح الناس تبعنا، الناس يلي بسوريا بالعراق وبلبنان وبفلسطين وبمصر قبل أقل من قرن كانوا ناسنا وعايشين بدولتنا. مات بالعراق 1.5 مليون إنسان بعشر سنين. شو رأيك؟ تعال لنحسب المكاسب والخسائر إذا قدرنا نحسبها. كيف صرت؟ أخي وجعي ما عم يهدى، أكيد في كسر كبير. البنت تبعك مو شاطرة. أنت عم تفهم ولا ما عم تفهم؟ ما في طلعة من هون. أنت ليش مزعوج هيك؟ قد ما طولوا رح يطلعوا من المشفى، عند اللزوم بقتلهم بسلاح. انسالي هالشغلة، ما عاد في هيك شيء. ماشي معلم. طلع كارا عايش. دخيلك صرت سمعان هالحكي ألف مرة. الكل بيقولوا إنه شافوه بيطلع ما حدا شايفه. أنا شفته وهو يلي قتله لحميد. حطيت الشباب اللي قلتلي عنهم كلهم، وكلهم شباب مهذبين ومحترمين وبيشتغلوا شغلهم بشكل ميزاني. والمصاري معلم في مبلغ 100 مليون. أنا حطيت مصاريك على جنب لما قالوا لي إنك متت، رحت وحطيتهم بالبنك وكلهم بقيانين معلم. ما أخذت منهم قرش. خلاص خلاص صدقتك. تعال عود. عود وريح أعصابك. برافو، هي المصاري إلك.
هي من حقك خدن. انا شلون مكان مالي شغل بالمصاري، وهذا الشيء انت بتعرفه والوسط كله بيعرفه. شوف يا مراد، بلا ما ينعرف اني عايش خليك انت الرابط مع رجالي. لما بعطيكم الاشاره تتحركوا حسب ما قلكم. حاضر مثل ما بتأمر معلم. اي صبري هذا؟ مو معقول هالشي. سكرتير السيد المحترم من 4 سنين ما اتصل فيني بالمرة. عم يتصل بشاني، كاشف اوغلو مدخل السيد المحترم وسيط. رد خد، يلا رد. الو، سيدي قدرت اوصل لكارا. ايه وشو عم يعمل حضرته؟ ببوس ايدك سيدي، وامتى ما بده السيد المحترم بيجي. يسلم لنا سيدي. مو احسن تلتقوا بمحل سري؟ بتعرفوا انه كارا اختفى بامر من الدولة وقالوا عليه انه مات. ظهوره هلأ عندكم يمكن يعمل مشكلة مو منيحة. صبري، أنا الدولة وكارا رح يضل ابن هاي الدولة وأنا أبوه. إذا الولد ما التقى بأبوه بعد كل هالغياب بمين بده يروح يلتقي؟ معكم حق سيدي. شعل الضوء هيك، انت هلا صرت هدف من كيلومتر. انا بسببك صرت هدف من 1000 كيلومتر. شو جبت لي الاغراض؟ رح ينكشفوا كل الشباب من وراك، عم نسرب وثائق سرية بفترة قصيرة. ما بيصير شيء، الكل قاعد عم بيسرب اوراق. عم بتروح الوثائق بالشوالات للصحفيين. بس انت عم تعطيها للمنظمة. ليش من جديد عم نعطي المنظمة؟ هدول رح يدخلوا عقنديل لي، نحن رح ندخل؟ انت ليش كان بدك يعني؟ اكيد مو مشان هدول. ذو الفقار تبع الشاحنات بتعرفه، عم بيهرب سلاح. بهالعملية رح نخلي كل الشكوك تتوجه له. يلا فرجيني همتك. عجبتها؟ رح أبقى فيها لوحدي؟ إيه لوحدك، وقد ما بدك فيك تضل فيها. البحر مبين من هون، المنظر كتير حلو، ويا سلام في عصافير كتيرة. هي هلأ صارت غرفتي. يا ربي شو هالجمال هاد.
جمال بينسي الواحد كل همومه. تورول إذا لسه ما صحي تشرب قهوة. شو عرفني إنك رح تطلبيني بهذا الوقت ست إنجي؟ كنت متأقل بالمشروب. ليش لسه ما نمتي؟ إجا مراد متأخر، حكيته ومن بعده ما عاد إجاني نوم. آسف مدام، بس ما لقيت فرصة لبارك للسيد زوجك. تورول دورتلي بشغلة الحدث تبعي؟ عم ندور ست إنجي، الشباب عم يضغطوا على مديرية الأمن، وأصغر شغلة رح توصلنا بلحظتها. برأيك كان حادث؟ شكله مثل حادث. إذا حادث ليش اللي عمل الحادث مختفي؟ لو كنت أنا شوفير السيارة اللي ضربتكن طبيعي يتخبط طول عمري، أكيد رح كون خايف كتير. بتقدر تروح تورول، شكرا لأنك جيت. شهيتك ما بتنقطع؟ الذو مؤثر شوي، يا دوب عم بقدر آكل. قلتك انت اكيد بتعرف محله لجوهر، ولا ما بتقعد تاكل هيك ولا كأنه في شيء؟ شو عم تعمل خالي؟ بدي يقطع بالعومه حتى ما تاكل مره تانية. خالي رح تقطعه. لك بدك تحكي وين ولا ما بدك تحكي؟ بس خالي ظهر حلفني يمين. ولك انا ما حلفتك يمين انك ما تحلف يمين لحدا خصوصي لخلك جوهر. ها خالي ذبحتني. النجدة. خلاص خلاص خالي، خلاص خالي. في مجموعة قمار بيعدوا مع بعضهم وما بيقوموا بيومين ثلاثة. وين بيجتمعوا هدول؟ ها؟ خلص شبعت ما عاد بدي. أنا فداك يا حبيبة قلبي، كلي هاي آخر لقمة. شو يعني فداك يا ستي؟ يعني كلي. هالبنت ما صارت فرحة حياتي وبس، صارت فرحة هالمسكينة كمان. من اليوم فرحة وبكرة رح تكون هم كبير على راسكن. معلش تكون، يا ريت كل همومنا تكون هيك. شكرا كتير ستي، بس أنا حاجتي شبعت أكل. صحة وهنا يا حبيبة قلبي. عمو مراد، ممكن اتفرج على أفلام كرتون؟ افتح لك التلفزيون. انا بفتحه لحالي. معناتها روحي افتحيه وتفرجي. يلا. قلت انك رح تشوف طبيب نفسي ورح شوف خبير تربية كمان، بس اذا صح لي وقت اليوم. كل ما بتنادي لك عمو عم بنقهر من قلبي. نحنا ما عم نتحمل، شلون انت قدرت تتحمل؟ امي تحملت كل شيء، بس هي ما عاد فيني اتحملها. بالنتيجة هي بنتك مجبور تتحمل. كيفك خالي أم حميد؟ الحمد لله يا بنتي. في شي أخبار عن قضية ابني حميد يا بنتي؟ الملف صار عندي عم نشتغل فيه، رح نلاقي القاتل إن شاء الله. إن شاء الله. إجت بنتي الحلوة اللي مثل القمر. مرحبا. قلت بمر قبل ما روح على العدلية. طبعا جاي تشوفي رهف، مانك جاي تشوفينا إلنا ما هيك؟ هالبنت ما عم تغيب عن بالي يا ماما نازك. شلون عودتنا على حالها؟ شلونك مراد؟ منيح، انت شلونك؟ منيحة شكرا.
انت شو عامل بحالك؟ كتير حليانة صايرة ملكة جمال العالم. لأنه عيونك حلوة بتورجيكي كل شي حلو. شو عمران قلي؟ معلم أبو لفرمان بعت لنا خبر. يا الله اجت ليلى لعنا. وجايبت لك هدية صغيرة. هوبا تعي لشوف. قال في تطور بالموضوع اللي قال لك عنه، وقال اليوم اكيد رح يلتقوا. حلوة؟ وين؟ حلوة. هاي اجيت وجبت لك هديتك وبستك، وهلأ دغري رايحة لوين؟ عالشغل. انت مو شغلك انك تنتبه علي؟ بس هنن عم ينتبهوا عليك. يعني انت تركتيني؟ طبعا لا، بس عم بشتغل شغلة تاني. شغل شو؟ يا عمري خالتك ليلى رح تروح هلأ عالشغل وبترجع عالمسا، ماشي؟ خديني معك ليلى. يا ريت فيني. حابة اني روح معك، بوعدك اني ما رح ضيع ابدا. ما بصير يا رهف، خالتك ليلى عندها شغل. انت لا تتدخل. ليلى بدي اياكي تاخديني معك. الله يخليكي الله يخليكي الله يخليكي. خليها تروح معي على العدلية، الليلة بتضل عندي وبكرة الصبح بجيبها. برأيك بصير هيك شي؟ انت ما بصير تقرر كل شي عنا، نحنا قررنا هالشي لحالنا. ممكن تحضري لي الشنطاية خالتي ام حميد؟ ها؟